البطولة الوطنية 8 أهداف الآن تسجل هدف ديالو الأول في المنافسات الإفريقية هذا الموسم. هدف رائع جدا بالرجل اليسرى، شوف كيف لف اللاعب جواد ودوش، خدل يعني كل الوقت ديالو، ركن الكرة بالرجل اليسرى قوية رغم محاولات ديال الحارس فتا وداودا، إلى الكرة كانت مركزة في الركن الأيمن من المرمى. الإحساس هذا رقم 7 الآن، لاعب سولومون أدي هو الذي سيتولى التنفيذ. أعتقد أن التأهيل فريق الجيش الملكي يستحق التأهيل لأنه قدم مقابلة كبيرة. أدي ويضيع اللاعب أدي. إذن فريق الجيش الملكي يتأهل بعد معاناة كبيرة فريق ذات رابطة الأبطال الإفريقية. هنيئا لفريق الجيش الملكي وهنيئا أيضا لفريق أشانتي جولد على الأداء المتميز والروح الرياضية العالية التي ميزته في هذه المقابلة. فريق الجيش الملكي كان عليه أنه